المهم سيبك انت من الكلام ده، انا هعرف اسوي ازاي المسائل دي كلها. انا عايزك تركز دلوقتي في مكتب اسبانيا، اللي بالك هتبقى مسؤول عنه مسؤولية كبيرة، وكلها كام يوم كده وهتسافر انت ومراتك. مظبوط يا عمر؟ ما تتصورش انا مبسوطة قد ايه ان احنا هنسافر نعيش في اسبانيا. اصلك مش فاهم، انا طول عمري نفسي اعيش انا وانت في مكان محدش يعرفنا فيه. ليه يعني؟ واحنا رايحين نعيش في منفى. ايه منفى دي؟ بصراحة مها انا مش هقدر ابعد عن البلد دي. ما تقدرش ليه؟ يعني عاجبك الزبالة والزحمة والمشاكل واخلاق الناس اللي بقت غريبة؟ انا بقى بحب مصر بعبالها كده، بمشاكلها وباحزانها وبناسها وبقرفها. وبعدين انا ايه اللي يخليني اتقلع من جذوري وانا عايش هنا زي الفل؟ ولما يبقى عندنا فرصة نعيش احسن من كده 100 مرة نقول لا؟ ما نبعد بقى عن القرف اللي احنا فيه ده. لا مها مش هقدر اعمل كده، مش هقدر. ياما القمر على الباب نور انا ديله، ياما ارد الباب ولا انا الرأس الحلو ده. لا عندك ايه ده؟ الا ده محبش حد يلمسني. الله الله، نضحك على بعض ولا ايه؟ امال انت كل يوم والتاني بيجيلي ليه يا حلو؟ عايز الصراحه عجبتني، دخلت مزاجي، استلطفتك. لكن بقى الحد يفهم كله بالاصول وبالحلال. لا انا كده مش فاهم قصدك ايه. قصدي ايه ده؟ انت كلك مفهومين يعني الحد يفهم. لا إذا أنا أصدق على جواز أنا أختم بتاع جواز. خلاص يا حبيبي، وأنا ما ضربتكش على إيدك، فاهم يا روحي، ولا غصبت عليك. أنت اللي أنت عاوزه أعمله، لكن تلمسني بالحلال، رأس أرقص لك، إحنا بتوع فرجة وبس، لكن تميد إيدك عليا أقطعها لك كله بالحلال. ما أخبيش عليكم إن أنا كل يوم بتفائل أكتر من اليوم اللي قبله، وأقدر أقول لكم إن جولاتنا الانتخابية جايبة نتائج ما كنتش أحلم بيها. وطبعاً الفضل ده يرجع لكم ويرجع لوقوفكم جنبي. العفو يا فندم، إحنا كل اللي عملناه اللي إحنا وضحنا بعض الحقائق اللي كانت غايبة عن ناس كتير عن حضرتك. وقمنا بشرح البرنامج الانتخابي بحيث إن كل واحد يعرف إيه اللي هيقعد عليه في المستقبل. عظيم. إحنا النهاردة مطلوب مننا إن إحنا نعمل خطة لمراقبة الانتخابات، ونشوف طريقة إزاي نواجه بيها بلطجية الحزب، وازاي نقنع الشرطة ان احنا مستهدفين من حسين الشواربي ورجالته. ايوه يا فندم، بس عمليات التأمين بتاعت الانتخابات دي ده دور الشرطة مش دورنا. انا احاول اكلم مدير الامن، بس ان شاء الله كل شيء هيتم على ما يرام. احنا هدفنا هو خدمة الناس، فاكيد الناس هتقف جنبنا. ليه ما انتش عايز تسافر؟ تروح تتفسح؟ ده شغل. انا ما بفكرش ابدا اشتغل في اي مكان غير مصر. وايه بقى اللي يفرق؟ ما هو كله شغل، والشغل ده بالذات لنفسك. لا ده العبد القوي جديد عشان فلوسه تكتر. وماله يا اخويا لما فلوسه تكتر؟ ما هو كله لمصلحتك. انا ما بحسبهاش كده يا بابا. يبقى ما بتعرفش تحسب. يا بابا انا مش مقتنع بالسفر ده، ومقتنع ان مكاني هنا في الشغل. غلط اللي انت بتقوله ده، غلط يا ابني. احنا ما احناش عايزين مشاكل مع عبد القوي. الراجل خلاص رتب نفسه انك انت هتمسك المكتب اللي هناك، عايز يديلك خبره. وبعدين انا نفسي عايزك تعرف تخانين الراجل ده، تعرف كل كبيره وصغيره، محدش ضامن الظروف. انا مش موافق. انا كلمه الراجل ده عضره علينا كتير قوي، مش معقول كل ما يطلب مننا حاجه نقول له لا. يا اخي خلي عندك حفوه ملح. مش كفايه انه بيمول المول بتاعنا؟ بمناسبة مشروع المول ده كنت عايز اكلم حضرتك على المهندس كريم. يطلع مين المهندس كريم ده كمان؟ ده المهندس اللي ماسك المشروع، بيقول ان المقاول ده حروب بيغش في خلطة الاسمنت. عاشور بقى بيقول كلام غير ده، بيقول ان المهندس ده معطل الشغل ومرتشي، ولولا ان جاي عن طريق عبد القوي كان طرده.
ده غير بقى ان البني ادم اللي انت بتحميله ده بيلف حوالين اختك. بيلف ايه؟ الراجل فرده شريف عايز يتجوزها. يتجوزها؟ انا اجوز بنت لواحد انتهازي؟ بقى ترفض ابن المحافظ وتتجوز واحد ما نعرفش عنه حاجه؟ لا انا اعرف ان منى بتحب كريم. الله يلعن ابو الحب اللي هيبوظ لي مشاريعي دي. انا بقيت اكره الكلمه دي. جرايه انتوا مع صورته حاجه غير المشاكل؟ ما تاخذنيش يا نوس اللي انا ما جتش وزورتك وبلغتك بالخبر الاسود ده. ما كنتش قادر، عشان كده بعتلك عسليه ومشمش. الخطه كانت جامده قوي، اتصدمت. الراجل كان غالي عليا قوي، اتخطف من وسطينا خطف كده. خسارتك عم حسن. شكر الله سعيكم يا خربوش. كلام ايه ده يا نوسه؟ ده الناس كانت بتعزيني، انا كنت واقف في اخد الخاطر مش قادر اقف على رجليا. كان اتنين رجاله شايليني شيل، والله العظيم كانوا بعزيني كان ابويا. صدقي بالله انا عملت له ليله احسن من ليله ابويا. جبت له اتنين فوق مكروين من المصيطين، كلفوني شيء وشويات. بس اقول ايه بقى، كله من خير عم حسن. انا لحم اكتفي من خيره والله. وخير عمك حسن ده راح فين؟ هيروح فين يعني؟ في حجر جمالات مرات ابوكي اختي حبيبتي. بس انا امنتها امانه والامانه لله، قلت لها نصيب نوسه على جنب، تخرجي لي انت بقى معززه مكرمه تاخدي نصيبك. ريح نفسك يا سمكين، نوسه يوم ما تخرج من هنا مش عايزه تشوف خلقه حد منكم، ووفر ملاليمك على نفسك. الله 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 الله، كلام ده استهاني. في حد بيتبرى من اصله من لحمه ودمه؟ لا لا مؤاخذه، بيعمل كده ابن الحرام. ونوسه بنت حلال، بنت حلال مصفي. وهي شافت منكو ايه غير القرف والبهدله؟ لا مؤاخذه يعني يا هاني، ما كلنا في الهوا سوا. طب اقول لحضرتك على حاجه، نوسه دي كانت الكل في الكل، وش السعد علينا. والله هي الظروف، بس هنعمل ايه يعني؟ لحد ظلامها ولا تسلق على طرف. ما تقول لها نوسه انطقي. ما بقالوش لازمه الكلام ده يا خربوش. عموما كتر خيرك على اللي عملته، وربنا يقدرني على رد جمايلك. جمال ايه بس يا بت؟ ده احنا اهل وزي الاخوات واكتر كمان، واللي في القلب في القلب وانت عارف. تعرف يا اسمك ايه؟ خربوش استهاني، خدامك خربوش. لو عايز تعمل جميل في نوسه صحيح تعمل ايه؟ انا اعمل اي حاجه، انت تأمريني. انا رقبتي النوسه. خلي رقبتك ليك يا اخويا، ما تلزمناش. تبعد عنها انت وقلاضيشك وسيبوها في حالها بقى. نعم يا حاجه. كلام ايه ده يا بنت؟ حاجه وهيبه دي زي امي بالظبط، يعني اللي تقوله هو اللي يمشي. امك عموما كل حي بيعمل بأصله. بشوفك لما تخرج بالسلامة بعد تلات حتت. مع السلامة، والقلب دعيلك يا تجدهية. الواد ده قلبي ما استريحلوش أبدا. أنا خايفة العسلية ومشمش يفتكروا إن أنا مش عايزة أشوفهم. ده أنا بحبهم قوي زي إخواتي. سيب اللي في ايدك انت اهو، تعالى اسمعني منك ليه؟ النهارده بكل مجدعه وبرجوله رحت النوسه بنت عم حسن عشان اخد بخاطرها واعزيها. الاهالي ما رضتش تقابلني، وقعت لي بالفم المليان، مش عايز اشوف جنس مخلوق من الفرقه. انت الغلطان، نوسه دي اللي تعبرها، دي خلاص بقت رد زغون يا حبيبي. وبعدين احنا مش محتاجينها، انا من بكره هغير الفرقة دي واعملها مسرح ولا كباريه، وتدوق طعم القرش، هيبقى الفلوس زي المطر نازلة علينا. يا جمالات قويت كده ليه؟ هي بتجيب الفلوس دي كلها منين والذهب اللي هي لابساه؟ لو محفظنا حبيبي، انا شايف ان المشي البطال يجيب اكتر من كده بكتير. يمكن الله يرحمه كان رائد على خميرة واحنا مش دريانين. خميرة ايه يا حسرة؟ هو كان لقى ثمن الدواء. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني هي ماشيه على حل شعرها وكده يعني ولا ايه؟ رايقه مخفي التوابه بتتودوا على ايه؟ لا مفيش، ده احنا بنقول ما يصحش اللي عملته نوسه ده مع خربوش، ولا ايه يا رجاله؟ صح. بقول لكم ايه، انتوا مالكم قوي عاملين حساب للبت نوسه، وهي بتعمل ايه يعني اكتر من اللي بتعمله جمالات؟ بتقول ايه يا شبر؟ اقطع. بت نوسه؟ انت ما تعرفش نوسه دي بالنسبه لي يعني ايه؟ مش دي بنت عمك حسن رباك؟ صحيح تربيتك تربيه وسخه. معلش يا خربوش، هو طول عمره كده صامبو مع الرايجه، اللي يجوز امه يقول له يا عمو. وليه الغلط يا مشمش؟ ما انت كنت داير وراها انت والبنت عسليه ونازلين فيها محلطه، ولا هوب هوب كله بالحب؟ ما تلم نفسك يا تعالى يا عسليه، اسمع بيقول عليك ايه. بقول لك يا واد اتلم منك له، ولا انتوا عاملين حساب ان احنا قاعدين ولا ايه؟ بابا ما انت بقيت الرئيسة مكوشه على عرقنا. اسمع لما اقول لك يا مخفي، انت بتصحي
مش عاجبك الباب يفوت جامد والمقطيع على قفا من يشيل كل عاوز اشتغل يرحم. يسلم فمك يا ست. ماشي لما نشوف بقى بعد الانتخابات هتعملوا ايه. اسمع حد يتكلم عن الانتخابات اجيب رقبته منك ليه. تسمعين؟ عمر. نعم. انت نمت؟ ايوه ما نمت. انت اول ما بتدخل على السرير بتنام كده على طول؟ الواحد بيعمل ايه اول ما بيطلع على السرير يعني؟ نعم يا حبيبي بالذمه يعني دي عيشه ما بين زوج وزوجه. نعم انت اللي بتقولي الكلام ده. ده انا كل حاجه طلبتها منك ما عملتهاش. قلت لي خدي حبوب منع الحمل، ضحكت عليا وما خدتهاش من ورايا وحملتي وما فتحتش بقي بكلمه. قلت لي روح اشتغل عند بابا، سمعت كلامك واشتغلت عنده، وكل ده مش عاجبك؟ بصراحه انا حاسه انك زهقان مني ومش طايقني. هو يا حبيبي انت زعلان مني بسبب اللي انت قلته ده؟ لا يا مها مش زعلان، مبسوط وطاير من الفرح. ممكن بقى تسيبيني عشان خاطر انام؟ هو ده كل اللي همك انك تسيبني وتنام؟ انت عايزه ايه؟ بصراحه بقى انا عايزه اسالك سؤال، انت لسه بتحب البنت بتاعت المولد دي؟ اسمته ايه الكلام ده بقى؟ انا حاسه انك لسه بتحبها. ايوه مها لسه بحبها. ارتحتي؟ ولما انت بتحبها امال اتجوزتني ليه؟ مش انت اللي كنت عايزه تتجوزيني باي طريقه؟ يعني انت يا عمر ما كنتش عايز تتجوزني؟ انا هطلع بره الاوضه بدل ما نعمل مشكله. عمر انت رايح فين؟ انا بتكلم معاك يا عمر. عمر عمر ايه مالك يا ماما بتزعقي كده ليه؟ لا مفيش حاجه يا ماما. مفيش ايه؟ امال جوزك نازل تحت دلوقتي ليه؟ ما جالناش نوم فقلنا يعني ننزل نقعد تحت شويه كده مع بعض. اه افتكرنا اتخانقت. طب انزل نشوف جوزك. اوكي يا حبيبي تصبح على خير. انت بنام. بتصدق بنتك برضو؟ طب ارحمك بقى ان جوزها اتخانق معاها. بقول لك يا سميحه يلا نخش ننام انا عندي شغل بدري الصبح. يلا مصره برضو ما تاخديش معايا كاس؟ ايدك ما قلت لك اللي فيها يا ضنايا. حلوه ضنايا دي. طبعا دناي وفي اهلا من دنا اللي حبه لازم يبقى دناي. طب ده بتحبيني قوي كده مش المفروض تسمعي كلامي؟ اسمع كلامك اه بس بالحلال. اه مصره يعني؟ خلاص يا حبيبي لو مش عاجبك بلاش من شيل ده عندك يرتاح ده منك. طب اعملي لي كاس. صدقني يا حسين الكاس ده لو شربته وانت معايا هيبقى طعمه احلى بكتير. طيب مط يلا. يلا فين؟ واكون فاكرني حسين ان عيله صغيره هتضحك عليا تديني كاس واتنين وتجيب رجلي. لا يا حبيبي ده انا جمالات جمالات اللي بتسرق الكحله من العين. طب اعملي لي كاس وعمر واصي. انا الاتنين يا حبيبي. لا 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 عندك. اسمع ما اقول لك انا خلاص سلمت انا هجيب ورقه واكتب عليكي. ورقه ايه؟ انت رايح تشتري لحمه؟ مش انت اللي طلبتي ورقه؟ ايوه باتنين شهود. شهود لا الا الشهود. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه دي تبقى فضيحه. ماشي يا سي حسين اذا كان جوازي منك فضيحه يبقى مفيش داعي منه. وعلى العموم انا يعني عندي اتنين شهود سكتوا في بوكتو. مين دول؟ اخويا وواحد تاني بيشتغل في الفرقه وانت عليك تجيب المحامي يكتب علينا. ها قلت ايه؟ تسلم ايدك الف شكر. ايه ده مشمش؟ يعني انت مش قادر تستنى لحد ما الباشمهندس يجي؟ ده في ايه عسليه جعان؟ ده انا طلبت ايه يعني؟ ده هو سندوتش وشويه بطاطس كتير يعني ده على الباشمهندس؟ مش كتير يا ابني على الباشمهندس ولا حاجه بس السندوتش كبير قوي يعني المفروض يعني افرض ما جاش دلوقتي. يا نهار اسود انت هتقلقيني ليه بقى؟ هو ممكن ما يجيش؟ امال مين اللي هيدفع حساب الحاجات دي؟ لا انا بقلقك بس هو اساسا اللي مكلمني على السخام ده اللي اسمه الموباين وهو لقيلي على المكان مش ممكن ما يجيش. لا انا بطني ابتدت تكركب. مين اللي هيحاسب على الحاجات دي؟ تيجي نهرب؟ لا نهرب ايه؟ نهرب ايه؟ اهو الحمد لله باشمهندس. اطلبي غدا بقى اطلبي غدا. بس الراجل بيقرب علينا. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ معلش تأخرت عليكم. لا ولا ابدا ولا يهمك ولا يهمك. عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا شغالين اليومين دول في الدعايه الانتخابيه بتاعت والدك. ربنا ينجحه يا رب ويجيب نمر كويسه. ما قلتلناش يا باشمهندس حضرتك يعني جبتنا وكده كنت عاوزنا في ايه؟ كنت عاوز منكم خدمه عسليه. خير يا باشمهندس اؤمر رقبتنا. انا احتمال اسافر بره واقعد هناك شويه. كنت عاوز اشوف نوسه. نوسه؟ انا عارف انها رافضه تقابلني بس البركه فيكم بقى. ما عندكوش فكره هي وحشاني قد ايه. ولا يهمك يا باشمهندس انا هضغط عليها وهي بتعمل خطر كبير قوي لعسليه. انا عمري ما هنساكم الجميل ده. قولوا بقى هتحبوا تتغدوا ايه؟ والله ما له لازمه خالص احنا كنا طالبين حاجه على مقاسهم كده يعني انا عايز نص فرخه وطبق رز بالكبد والكلاوي وازازه حاجه ساقعه. وانت يا سلام
لا انا هسيب لك بقى انت بقى الحته دي بتاعتك انت بقى اللي انت هتاكل منه وانا هاكل منه. انا هاخد ايمان سيدي بو. ايمان مين؟ احنا بقى مش عايزين الاشكال دي نطلنا كل شويه. نوسة مش هتقابل حد. تمام يا حاجه، خلاص مفيش حد هيجي هنا تاني. المهم انت ما تزعليش نفسك ولا تطوري دمك. مع السلامه. تحت امرك يا فندم. نادين يا ابني الاثنين واقفين بره. خص عليك يا حاجه، ليه عملت كده؟ دول بعتبرهم زي اخواتي. وبعدين معاك، احنا مش اتفقنا مالكيش دعوه بالاشكال دي ولا هنرجع نحن؟ بس دول بالذات بقى ما اقدرش استغنى عنهم، دول بيحبوني وبيتمنوا لي الخير كده. طب اسمعي بقى، انا مش عايزاكي تبص لورا، عايزاكي دايما تبص لقدام. بقول لك دول زي اخواتي ومكلفين نفسهم وجايين من اخر الدنيا عشان يشوفوني واشوفهم. تقوم تقول للمأمور يطردهم؟ دلوقتي هيفتكروا ان انا اللي طردتهم. وبعدين معاكي يا بنت، حيرتيني معاكي. انت عايزه ايه؟ عايزاهم يرجعوا. حاضر يا حاجه، هبعت بسرعه حد وراهم يشوفهم، اكيد لسه ما خرجوش من السجن، وابعتهم لغايه عندك. حاضر يا حاجه. تمام يا فندم. الاثنين اللي كانوا هنا بسرعه وديهم عنبر الحاجه وهيبه. خلاص بقى ما تزعلوش، اصل المأمور فهم كلام الحاجه وهيبه غلط. ده احنا تلبشنا لبش، افتكرناهم فهمونا غلط ولا حاجه. وانت عارفه يا نوسه احنا بنحبك قد ايه انا وعسليه. حق يا نوسه، ده انا صعب عليا منك قوي، وقلت معقوله نوسه تعمل معايا انا كده واحنا طول عمرنا اخوات واكلين مع بعض عيش وملح؟ المأمور ما عرفش يفهمكم، افتكركم ناس تانيين. على العموم حقكم علينا، انا نفسي ما كنتش عارفه انكم حبايب نوسة. اصل الحاجه وهيبه افتكرتكم تبع اللي ما يتسمى خربوش، اصلها ما بتطيقوهوش. والنبي عندك حق يا ست الحاجه، هو ده مين يطيقه؟ المهم خلينا بقى في اللي جايلك عشانه. احنا جايين نطمن على نوسة ونتكل على الله على طول. انت هتقولي ايه؟ ما انا عارفه انه جايين تطمنوا عليها، بس الظاهر في حاجه تانية عايزين تقولوها، مش كده يا عسليه؟ اذا كنتم محتاجين فلوس قولوا، ما تتكسفوش. لا فلوس يا ست الحاجه، كتر الف خيرك، مستوره والحمد لله. ما تتكلمي يا عسليه، هو في ايه؟ الصراحه كده يا نوسه انا جايه وعشمي فيك كبير، بس توعديني انك مش هتمشيني زي ما جيت. ايه الموضوع يا عسليه؟ ما تقولي. بعد اذن ست الحاجه، يعني الباش مهندس هيموت ويشوفك. هو انا لسه على باله، مش خلاص اتجوز؟ يوه ده اتجوز وقرب يخلف. انت بتقولي ايه؟ وكمان هيخلف؟ امال عايز مني ايه ده؟ اصله مسافر وعايز يشوفك قبل ما يسافر. وماله، خليه يجي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حاج؟ ايوه عايزاكي تلهلبيه ويتعذب زي ما تعذبتي. قال يعني لسه بيحبني، مش كفايه اللي نبني من وراه؟ ما طلعش هو يا نوسه، ده طلع ابوه اللي ورا كل المصايب دي. هو ابوه طينه واحده، علشان كده عايزاكي تزليه. هو مسافر فين؟ مسافر كده يا اختي حته بيقولوا بيلعبوا فيها كوره. فين يا وادي مشمش؟ برشلونه. يعني مش هيرجع تاني؟ شوفي يا اخت البيت، ده اللي همك؟ يعني انت موافقه يا حاجه ان اشوفه؟ اه موافقه، بس استني كده وسيبينا افكر هنقول له ايه وهنعمل ايه. اتفضلي، الف مبروك يا عروسه. لا 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 لا، ايه يا حبيبي؟ طلع ده وداني ايه ومناخير ايه؟ ما انا مراتك على سيره الله والرسول. الله، انا ما رضيتش اشيلك احسن حد يشوفني. ده انا اللي هشيلك في حباب عينيا يا نور عين. بس زي ما اتفقنا. طبعا، ولا من شاف ولا من دين، سكتم بكتم. يعني انت ماليه ايدك من اخوكي؟ طبعا يا حسين اخس علي، وانا لو مش ماليه ايدي من اخويا كنت جبته. طب يلا بقى هتدخلي تغيري هدوم دي وتلبسي لي حاجه تطير الكاسين اللي في نبوخي. هلبس لك حاجه مش تطير الكاسين اللي في راسك، تطيرك انت نفسك. بس يلا حبيبي حضر القعده قبل ما اغير. نعم انا حضر القعده. هي دي البدايه؟ لا البدايه دي مش كويسه. خلاص يا حبيبي اوضب انا وبلاش اغير. لا 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 لا، تعال تعال ادخلي غيري هدومك وانا هوضب كل حاجه، بس اوعي تتاخري عليا. ايوه كده تعادل، انا احب الرجاله اللي تدلعني. اللي اقول لي بالحق يا حبيبي، المنايل على عينه اللي ما يسمى اللي اسمه عصفور ولا غراب ده، هو يعرف اللي بيني وبينك؟ لا 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 لا، يعرف ايه؟ كل اللي يعرفه ان احنا اصحابه بس. احسن، ما بلوش ده، بكرهه لله. ليه؟ ليه؟ هو عمل لك حاجه؟ عمل لي حاجه؟ هو يقدر؟ ده انا كنت نسلت شبشبي على دماغه ونتبت ريشه. هسيبك منه بقى، احنا هنقضي الليله في الكلام ولا ايه؟ يلا حبيبتي احسن، انا ورايا شغل كتير. شغل؟ ابقى قابلني يا حسين لو عرفت تروح الشغل. الله 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 الله، هتخلينا بطل شغل.
طب يمين بالله العظيم لا خليك تبطلي رأس ونقعد احنا الاثنين صيع ما ورناش حاجه غير الكاس والكاس. يا باشمهندس كريم انت يا باشمهندس كريم في حد يا باشمهندس استنى ما اشوف عايز ايه. خير في حاجة؟ حد استهبل عليا يا باشمهندس ولا ايه؟ هي خلاص بقت اللي اقطعناكم؟ انا مش فاهم حاجة، انت عايز ايه؟ عايز الاسمنت اللي انت خدت حقه يا كنت شباب. اسمنت ايه يا راجل انت؟ وانا شفتك ولا اعرف خيلة اهلك قبل كده؟ الله الله الله، هي بقت كده ولا ايه؟ تعالى يا معلم، تعالى يا معلم احضرنا. انت ايه حكايتك بالظبط يا راجل انت؟ في ايه بس يا جماعة؟ العب معانا يا باشمهندس. انا عارف ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي. انت تهدف في كلامك يا جدع انت. قول ايه العب ايه اللي بينك وبين باشمهندس؟ الباشمهندس خد مني ثمن الاسمنت، هم المفروض كانوا يورطوني من اسبوع فات يا معلم، ودي مش اول مره اتعامل معاه فيها، هي دي برضه صوت علامه يا معلم. ما تتقدم في كلامك يا جدع انت، يا باشمهندس مش شغل اسمنت. انا اتعاملت معاه كتير، لكن ما اعرفش المره دي ايه اللي حصل له. انت راجل سافر وكذاب واخير وفي حد مسلطك عليا. ايه ده باشمهندس؟ مش هتهدم منهم عليا، انا اخد حقي منك، اخد حقي منك. حقي يا ابن الكلب، حقي حقي اقول اللي بيحصل ده يا كريم. حضرتك برضو تصدق كلام الراجل الكذاب ده؟ وكمان انت بتتهم دحروق انه بيغش في المونة، انت عارف ان انت اول واحد يقول كلام زي ده؟ حضرتك ليه مش مصدقني؟ قول لي انت اصدقك ازاي؟ ده كل ده تخطيط دحروق علشان يخلاله الجو. انت عارف ان دحروق هو اللي دافع عنك قصادي؟ ما هو لازم يعمل كده عشان المؤامرة تبقى طبيعية. اخسارة يا كريم اخسارة، انا فعلا خدعت فيك. حضرتك تقصد ايه؟ لا اقصد ولا ما اقصدش، انا مش هجيب سيره باللي حصل ده لاي حد لحد انت ما تقدم استقالتك بنفسك. انا مش عايز عمك رستم بيزعل مني، وهو اكيد هيلاقي لك مكان تاني تشتغل فيه. لا يا بابي كريم مش ممكن يعمل كده، دي مش اخلاقه. انت تعرف ايه عن اخلاقه؟ تعرف ايه عنه اصلا؟ اعرف كل حاجه، انا كنت بشوفه كل يوم كان بيحكي لي على اخلاق ضحوك. اي صفه كنت بتشوفيه كل يوم؟ بصفه ان انا مديره مكتب حضرتك، ومن حقي اعرف كل حاجه تخص الشغل. انا عارف انت بتدافع عنه ليه. لانه انسان محترم. لانه انسان كذب عليكي خلاكي تصدقيه. الافندي كان جاي عشان يتقدم لك، عايز يتجوزك، مش هي دي الحقيقه؟ والله يا بابي حقيقه تشرفني. بس الكلام اللي عبد القوي بيقوله عنه ما يشرفش. انكل عبد القوي منحاز للمقاول بتاعه عشان هو اللي بيسهله شغله مع الحكومه. فهمت كده، مالا دماغك ضد عبد القوي. وقال ايه كمان عليه؟ كنتش قال انه حرامي؟ لا ما قالش كده بالظبط، بس قال ان في مصالح بينه وبين ضحروك. ده شغله وملناش دعوه بيه. بابي المول ده بتاعنا، ولو حصل اي حاجه هنبقى احنا المسؤولين. المول ده مش بتاعنا لوحدنا، عبد القوي شريك فيه، ومش عايز اسمعك تتكلمي تاني. اتفضلي على مكتبك. ولا يهمك اللي حصل، انا اصلا كنت مستنيه انه يحصل من بدري. وازاي باباك يصدق كلام الراجل الحرامي ده؟ ما هو صدق كلام أنكل عبد القوي كده ببساطة. أيوة أنت ناسي إن في بينهم مصالح كبيرة. على العموم أنا مش زعلان على الوظيفة. يا ابني أنت مهندس شاطر جدا وممكن تلاقي مليون شغلانة. أنا بس اللي مضايقني الطريقة اللي سبت بيها وظيفتي. ما هما كده كده كانوا هيفيدوك لأنهم مش عايزين حد يتدخل في شغلهم، أنا فاهمهم كويس. أنا خلاص مش هشتغل عند أي حد تاني. أمال هتعمل إيه بقى؟ هتقعد في البيت من غير شغل؟ لا طبعا، أنا من غير شغل ممكن يجرى لي حاجة. أنا قررت أنا وواحد صاحبي كده مهندس نفتح مكتب. مكتب؟ أنت معاك فلوس؟ الحمد لله، معانا اللي على قدنا اللي ممكن نبتدي بيه ان شاء الله. طب دي فكره حلوه قوي، انا ممكن اساعدك. ساعدينا بايه يعني؟ اساعدكم بالفلوس. افرضي ما كنتش اعرفك كنت هفتح المكتب ولا ما كنتش هفتحه؟ انا قصدي يعني ان انا ابقى شريكه معاكم. بعدين يبقى نشوف الموضوع ده. طب بالراحه، ما تتحميش قوي كده. خدي روح قلبي، كل دي لا 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 لا. خلاص يا حبيبتي انا شبعت قوي 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 قوي. اخس عليك يا سحس، حد يقول لجمالات حبيبته انه شبع؟ انا قصدي على الاكل. وبعدين حاجة تقومي بقى عشان تروح الفرع عشان انت اتأخرت قوي. اتأخرت؟ يا سلام، يعني انت خايف ان انا اتأخرت ولا خايف عشان الانتخابات والبروباجندا اللي بعملها لك ساعتين نمر؟ يا حبيبتي انا مش عايز بس حد يشك فيك ويضايقك. اها شك فيا؟ ما انا بجيلك كل يوم، مش عاوزهم يشكوا فيا بقى الذهب والشكل اللي اتغير، مش هيشكوا لسه؟ انت
قصدك يعني ان هم عارفين؟ طبعا. محدش بيقول لك انت رايحه فين ولا جايه منين؟ يا حبيبي ترى ايه؟ هم عارفين ان انا صغيره ولا انا قاصر؟ يعني محدش بيلسن عليكي. يلسن؟ يا ويله اللي طلع لسان جمالات من بقها. لا انا كده بقى واحد يخاف منك. انت لسه مخفتش يا حبيبي؟ مش عارف. اقول لك انت مش عارف ليه؟ عشان خوفي لذيذ تعب وبحبك. انت طلعت لي منين؟ انت اللي طلعت لي منين؟ الله الله جمالات النبي اطرقعيها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه يا نوسة؟ يظهر اني كنت بحلم. ده انت صرختي صرخة سيبتي فيها ركبي. مع انه كان حلم جميل في اوله لغاية ما ظهر خربوش وبوظ كل حاجة. يا دي خربوش اللي بيعكنن عليكي حتى في الأحلام. تحب أشوف لك صرفة وأخلصك منه؟ لا وعلى إيه؟ هو ماله ومالي؟ بعدين هو هيبقى فين وإحنا فين؟ على رأيك هو فين وإحنا فين؟ وحيلقينا فين؟ بس في حاجة غريبة. إيه؟ عمر. ماله عمر؟ معقول بيحبني كده حتى في الأحلام؟ ده اللي أنت عايزاه. أما هو بقى الله أعلم. ما كانش هيتجنن عليا كده ونفسه يشوفني. شفتي انت لسه بتحبيه؟ اطمني هو مستنيك. بالذمه فين؟ الله انت مش اتفقتي مع البت دي اللي اسمها ايه انه يجي لك؟ صعب عليا قوي في الحلم وعايزه تصلحيه في العيل. لا انا كنت عايزه اتاكد من حاجه يا حاج. ايه هي؟ انه لسه بيحبني عشان اتشفى فيه. الله احنا مش قلنا ننسى حكايه الحب والايام والغرام ده ونركز في الانتقام؟ ولا هترخرخي بقى ونفضها من اصل؟ لا لا يا حاجه اللي انت تقولي عليه هو اللي يمشي. انا بس كنت عايزه اتاكد. ما انت اتاكدت. امال هو عايز يجي لك ليه؟ يمكن عايز يجي عشان هو اللي يتشفى فيا. يا بنت انت هتلعبي عليا. الراجل لما يكره واحده يبقى مش عايز يشوفها ولا يسمع سيرتها. ازيك يا مصطفى؟ وحشني بقى لي فتره ما شفتكش. ايه الاخبار؟ ازيك يا شريف يا حبيبي؟ الحمد لله. انا اول ما نزلت اجازه قلت لازم اجي اشوفك واسلم عليك. يا حبيبي ده انا اول ما قالوا ان انت على الباب قلت لهم لا ده انا اجيله بنفسي ادخله. طمني عليك. بس يعني شايفك كده ما شاء الله عين عليك بارده صحتك حلوه وجات على السجن يا عم. الله اكبر. مبسوط. انا مش بحسدك يا سيدي. بس ايه الموضوع فيه مزه ولا ايه يا عم؟ مزه ايه بس؟ مزه ايه في السجن ده؟ انت شايف كلهم مسجونات يا اخويا. مش ضروري هنا بره. ايه ما تطلعش بره؟ والله بيني وبينك انا في واحده هنا محيراني جدا وشداني بشكل غريب وحاسس انها مظلومه والمكان ده مش بتاعها. حيلك حيلك يا عم شريف. انت هتحب واحده مسجونه ولا حكايتك يا عم؟ احب ايه بس؟ افهم اللي انا بقوله لك. انت على طول كده يعني. انا شايف بس انها مظلومه ونفسي اقف جنبها يعني اثبت لها براءتها. تثبت براءتها؟ طيب انا عايز اشوفها يا عم. تشوف ايه؟ تشوف ايه بس؟ تشوف ايه؟ قول لي اشوفها. هتهزر؟ انت والله بتغير. اوه اغير ايه يا عم؟ طب والله العظيم بتغير وبتحبها بس جمال. يا عم اقول والله العظيم ارجعك بره تاني. اطلع اطلع قدامي على المكتب. انت رغاي. انا غلطان. انا قلت لك اصلا. انت ايه اللي جابك بدري يا منايب؟ حسين بنجح؟ لا احنا لسه الساعه 3 يعني الشغل لسه على ودني. احد قال لك نتغدى يا واد؟ في ايه؟ ولا استنى. احد قال لك الغدا؟ لا يا ماما انا مش عايز اتغدى. انا نازل على طول. امال جاي ليه؟ انا جاي عشان اقلق البتاع ده عشان اتوسخ. حاسب بقى يا ماما حاسب. استنى يا واد. ده يا واد ازاي؟ انا عايز اعرف نبى بكام من كل ده يا واد. استنى هنا وكلمني. نبى بكام من كل ده؟ 25,000 جنيه. يا خرابي اوعى تكون يا منيل خدت الفلوس وما وزعتهاش للناس ينتخبوا الراجل. معلوا ما انتخبوه. ما تعطلنيش بقى عشان عندي شغل كتير. استنى هنا يا واد. انت تعالى هنا وكلمني. شكلك ايه بقى انت لو الراجل دخلت في الانتخابات؟ انا مال انا؟ هو انا صندوق الانتخابات؟ انا لا بنجح ولا بسقط. احنا بلد ما يعلم بيها الا ربنا. يعني محدش بيعرف في الانتخابات ده فلان ده نجح ليه وفلان ده سقط ليه. يعني ايه؟ يعني لو سقط يبقى اللي فوق هم اللي سقطوه وساعتها بقى اقول له احنا عملنا اللي قدرنا عليه والباقي على الحزب والمحافظ. حلو قوي يا جميل. ايدك بقى يا حلوة على نصيبي. نصيبي يا سوس؟ هو انت معانا في الشغلانه دي؟ يا سلام. هو مين يعني اللي كان شغلك عن حسين بيه؟ مش انا؟ ومين كمان اللي يقدر يجوزك من منى؟ انا برضو يا واد. يا ماما منى بقى الواد ضحك عليها ولهفها. يعني يجوزها؟ شكله كده هيقدر. يا واد خضتني. طالما ما حطش ايده في ايد ابوها يبقى اللعبه لسه شغاله والمكسب على الترابيزه. مش زي ما انت فاكر يعني. يعني ايه يا ماما؟ يعني يا حبيبي تديني نصيبي في الانتخابات ساعتها بقى
اقعد مخمخلك ازاي تتجوز مولد. يا سوسو حقك محفوظ، وانا قلت حاجه حالا. لا ما هو الفلوس وديتها البنك، حتى تسالي بابا عصفور ده ابوك اكبر نصاب في الدنيا. طب بعد اذنك بقى عشان انا عندي شغل. استنى هنا يا واد، تعالى انا لسه ما خلصتش كلامي. عايز ايه يا ماما؟ عايز ايه يا ماما؟ انا مستعجل، الانتخابات على السخان، انت عايز حسين بيسقط. شوفوا الواد ماشي يا ممدوح، قال يعني الواد هجيب تجيب من ديله، لكن هتروح من ايد امك فين؟ النتيجه هي يا فندم ودايره حسين الشواربي. كل الدوائر يا فندم، لكن لسه منتظرين موافقة سعادتك. ايه ده؟ معقول حسين الشواربي ما خدش غير 7000 صوت من 35000 صوت؟ السيد لاتين اكتسح يا فندم. بقولك ايه؟ النتيجة لسه معلنتش، ها؟ مش عايز اي حد يعرف اي حاجة عن الارقام اللي هنا لحد ما اخد التمام من امين تنظيم الحزب، مفهوم؟ لا حسين بيه الراجل لازم ينجح، ده جاني مع عبد القوي شديد وانا وعدته. بس يا حاجه ده ملوش شعبيه خالص ولسه داخل الحزب جديد. انا بقول نخليه للدوره الجايه. انت عايز يقول عليا نصابه؟ هو مش دافع لكم انتوا كمان ولا عايزينه يفضحكم في كل حته؟ ما تكبر مخك يا عزيز. خلاص يا حاجه، انت عارفة احنا ما نقدرش نرفض لك طلب، يعني طلباتك اوامر. لكن قوليلي الدراما تخرج امتى؟ من ناحية دي انا هتكلم معاه وهطلب منه ان امورهم يسولوا كل امورك. لا يا ستي، شوف انت عايزة ايه بس، وانا اوعدك ان كل حاجة هتبقى تمام. لا 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 خلاص، موضوع حسين الشواربي ده اعتبريه خلاص نجح، ونجح باكتساح كمان.